في قديم الزمان عاش أخ مع أخته وكان يسميان هانسل وغريتل، وقد ماتت أمهما أثناء طفولتهما، وكان يعيشان مع والدهما في كوخ بالغابة. كان والدهما يكسب رزقه من العمل كحطاب ويرعى أولاده في الوقت ذاته. مرت عدة سنوات، وبينما كان الأب يكافح في العمل وفي تربية الطفلين، قرر أن يتزوج مرة أخرى. كانت زوجة الحطاب من عائلة ثرية، وكانت تكره حقيقة أنهم فقراء وأن عليها أن تعيش في كوخ صغير متهدم في أعماق الغابة، بالإضافة إلى أنها لم تحب أطفال زوجها على الإطلاق. في ليلة شتاء باردة، وبينما كان الأطفال يستعدان للنوم، سمع زوجة أبيهم تحدثه قائلة: كيف سنصمد لهذا الشتاء؟ نحن لا نملك ما يكفينا من الطعام. إذا لم نتخلص من الأطفال سنعاني كلنا من الجوع إلى أن نموت. عرض الأب بشدة: لا يوجد مجال للنقاش، لقد قررت بالفعل، غدا نأخذهم إلى الغابة ونتركهم هناك. بسماع كل هذا بدأت غريتل في البكاء. حاول هانسل طمأنتها: لا تقلقي يا غريتل، سنجد طريقة ما للعودة للمنزل. في تلك الليلة تسلل هانسل وجمع في جيوبه قدر ما استطاع من الحصى، في الصباح بدأ الجميع في الذهاب للغابة. أخبرهم الأب أنهم ذاهبون في نزهة عائلية، وأثناء المشي وبدون أن يلاحظ أحد، بدأ هانسل بإسقاط الحصى من جيبه كعلامة على طريق العودة للمنزل. في الظهيرة قام الأب والزوجة بإشعال النار، وأخبر الطفلين أنهما سيعودان بعد قليل، ثم رحل وقام بالاختفاء من الغابة، وبالطبع لم يعودا. وعندما أتى المساء، بدأت الأصوات المفزعة لحيوانات الغابة المتوحشة تعلو من حولهم. كان هانسل وغريتل يرتجفا مع وجود أصوات الذئاب المرعبة، ولم يتركا مكانهما بجانب النار إلا مع بزوغ القمر، ثم قاما بتتبع الحصى الذي يلمع في ضوء القمر عائدين إلى المنزل. أحسنت يا هانسل، لقد كان هذا تصرفا ذكيا منك. عندما عاد الأطفال للمنزل، كان الأب سعيدا للغاية ومندهش في الوقت ذاته، وكذلك تصنعت الزوجة السعادة، ولكن في قرارة نفسها كانت مصممة على ما تريده. كانت غاضبة للغاية بسبب عودتهما. بعد 3 أيام حاولت الزوجة التخلص منهما مرة أخرى. تلك المرة في الليل قامت بغلق باب الغرفة على هانسل وغريتل، ولم تسمح لهانسل بتجميع الحصى مرة أخرى. لكن هانسل كان ولدا ذكيا، في الصباح وأثناء مشيهم في الغابة، كان هذه المرة يقوم بإسقاط فتاة الخبز الذي جمعه في جيبه في الليلة الماضية، ومرة أخرى صنع مساراً للعودة للبيت. عند الظهيرة اختلق الأب وزوجته عذراً كي يرحلا، وترك الطفلين وحدهما في الغابة مرة أخرى. أدرك هانسل وغريتل أن الأب وزوجته لن يعودا، وأراد أن يتحرك عائدين للبيت قبل حلول الظلام، ولكن هذه المرة لم يجد الأثر الذي تركاه، لأن الطيور قد أكلت كل فتاة الخبز. بدأت غريتل بالبكاء، ولأول مرة شعر هانسل أيضاً بالإحباط. تلك المرة كان الطفلين تائهين بالفعل، بدون طعام وبفزع مميت، قاما بالتجول حول الغابة لثلاثة أيام. في اليوم الثالث استطاع رؤية طائر أبيض كالثلج. أخذ الطائر يغرد لهم الأغاني بصوته الجميل، فنسي الجوع لبعض الوقت وأخذ يتتبع الطائر، فقادهم الطائر إلى بيت عجيب الشكل. كان
هذا البيت حوائط من الخبز، سطح مصنوع من الكعك، ونوافذ مصنوعة من الحلوى، وكان مغطى بالكامل بالكريمة المخفوقة الملونة. لم يصدق هانسل وغريتل عينيهما، كان البيت يبدو لذيذاً للغاية. نسي الطفلان كل التعب وشرعا يركضان نحو المنزل. بينما كان يستعدان لأخذ قضمة من المنزل، سمع صوتاً من الداخل. الآن من الذي يأكل في منزلي؟ نظر الطفلان فوجد سيدة كبيرة رقيقة على الباب. عندما أخبرها بكل ما حدث لهما، شعرت بالحزن الشديد من أجلهما ودعتهما للداخل. كان داخل المنزل يختلف كثيراً عن خارجه، كان مظلماً مفزعاً ولا يبعث على الإطمئنان، ولكن لأنهما كانا يشعران بالإرهاق والجوع لم يهتم الطفلان كثيراً. أحضرت السيدة الكبيرة جميع أنواع الطعام والتحلية لهما، وأكل أنواعاً من الطعام لم يجرباها من قبل. وفي الليل ذهبا للنوم على سرير ناعم للغاية. عندما استيقظا في الصباح لم تكن السيدة الكبيرة موجودة، فبدأ ينظران حولهما. في نهاية الممر وجد باباً صغيراً. عندما فتح الباب وجد حقائب مملوءة بالذهب وكنوز بالداخل. بالطبع شعر بالمفاجأة، وأراد هانسل أن يدخل ليلقي نظرة أقرب. في تلك اللحظة سمع الصوت مرة أخرى. ماذا تظن نفسك فاعلاً؟ واجه الطفلان الساحرة عندما نظر حولهما، حيث وجداها تقف أمامهم. كما يبدو فإن السيدة الكبيرة كانت ساحرة تقود الطفلين إلى القبو الخاص بها عن طريق منزل مغطى بالكعك والحلوى. حاول الطفلان الهرب، ولكن كان الباب مغلقاً. جذبت الساحرة هانسل من شعره وحبسته في قفص، ثم جرت غريتل إلى المطبخ. إن أخاك نحيف للغاية، فلتعدي له بعض الطعام وتجعليه سميناً. عندما يكون جاهزاً سيكون وجبة لذيذة لي، ولكن إياك وأن تأكلي أي شيء، كل الطعام سيكون له فقط. فعلت غريتل ما طلب منها لأنها لم تملك خياراً آخر. لحسن الحظ كان هانسل طفلاً ذكياً، فقرر أن يخدع الساحرة قاسية القلب. كل ليلة وعندما تنام الساحرة كان يحفر حفرة في قاع القفص. كانت الساحرة تراقب هانسل كل يوم لترى إن كان وزنه قد زاد، ولكن هانسل لم يكن يأكل الطعام الذي تعده أخته. بدلا من ذلك كان يرميه في حفرته. في ذات الوقت كانت الساحرة تأمر غريتل بطبخ المزيد، وظل الوضع كما هو لأيام حتى افتكت الساحرة بذلك. سمين، نحيف، لا أهتم كثيراً، اليوم سأصنع فطيرة هانسل. ثم التفتت إلى غريتل. انظري في الفرن وتأكدي إن كانت العجينة قد نضجت. بالرغم من خوفها فإن غريتل كانت فتاة ذكية مثل أخيها، كانت تدرك أن الساحرة سوف تبقى بها في الفرن. لا أستطيع إدخال رأسي هناك لأرى العجين، قالت غريتل، فدفعتها الساحرة جانباً وحشرت رأسها بالداخل. فاستجمعت غريتل كل قواها ودفعت الساحرة العجوز داخل الفرن وأغلقت عليها الباب. كانت غريتل تعرف أين تخبئ الساحرة المفاتيح، فركضت مباشرة لتنقذ هانسل من القفص. كانت النيران المشتعلة في الفرن تغطي المنزل بأكمله، وهرب هانسل مع غريتل من المنزل المحترق إلى الغابة، ولكنهما لم يعرفا إلى أين يذهبا. بعد فترة وصلا إلى أحد الأنهار، فأخذتهما بجعة ضخمة واحدا تليه الأخرى للجانب الآخر من النهر. نظر الطفلان حولهما وفجأة أدركا مكانهما، فركضا إلى البيت بأسرع ما يمكنهما.
كان الأب سعيداً للغاية عند رؤية طفلي، وبدموع الفرح شرح لهما كيف أن زوجته عادت إلى أهلها بعد رحيلهما إلى الغابة. وكم كان نادماً على كل ما فعله، وكيف أنه حاول البحث عنهما في كل مكان ولكن دون جدوى. كان الطفلان يحبان والدهما للغاية ولذلك سامحاه، ولكن كانت هناك مفاجأة أخرى بانتظار الأب. فقد وضع أيديهما في جيوبهما وأخرج الذهب والألماس الذي وجدوه في منزل الساحرة. لم يصدق الأب عيناه. كل المشاكل التي كانت تعاني منها العائلة زالت، وعاشوا جميعا في سعادة أبدية. B, C, D.